مدريد وليدز وسان تيتيان الكؤوس الثلاثة والركنية ملعوبة وجول. الهدف الأول لفريق البايرن، هدف رائع بضربة رأسية، ماكاي الاختصاصي في الركنيات يمرر كورة رائعة، وأندرياس أوتل هذا الشاب الذي أقحم في الفريق هذا الموسم يسجل الهدف. شوف 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 شوف، ضربة رأسية من بيتزارو أو ديميكيليس، ثم الرأسية الثانية من أوتل، أندرياس أوتل إذن يسجل الهدف الأول بعد مرور أقل من 5 دقائق، 4 دقائق منذ بداية الشوط الثاني، ويتمكن فريق بايرن ميونخ من فتح باب